قد تتأكد لينا انطلاقا من المسرحية الليلة هذه العلاقة العضوية بين المسرح والمجتمع، واللي هو تقريبا هدف مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الثانية. أنا ما نحبش نتكلم برشا على العمل، نحبه نسمه أكثر. عشاء الكلاب مسرحية ذاتية، إنتاج ذاتي يعني من غير دعم من الدولة. اجتمعنا برشا حب وبرشا رغبة، أنا ونور الدين الهمامي ومنى الشنوفي ووجدي، كنا نعمل مسرحية تحكي علينا بالأساس، تشبهنا، وانطلقنا في الرحلة. الباقي نتسائلوا، نسمعوا تساؤلاتكم، واللي يحب يسأل أي حاجة احنا موجودين في الخدمة كل الحب. مست العبث في العمل هذا؟ انا مانيش مختصين، مش نغطسوا في العمق اللي تغطسوا فيه انتوما بصفتكم مختصين في المسرح، لكن هذا ما يمنعش اللي احنا المسرحية نشوفها زوج شخصيات والأربعة بارتداء الملابس او نزح تتغير الشخصية، تتغير ثم شخصية تغيب وتحضر بشكل مختلف عن الحضور الفعلي من الإنسان. هذه حاجة. الثاني نعتبرها صمت قصور، هناك خفايا داخل قصر من القصور باحت بها آخر المسرحية في أخيرها، وعشاء الكلاب هو فيه رمزية، ربما إنسان قدم عشاء للكلاب وقت تضحي به. بذل مجهود واضح في الحقيقة، ممكن مجهود نتاع 10 ممثلين، وما نعرفش علاش باش نسأل السيد المخرج يعني هل هو شح في على الممثلين أم في التجهيزات أم في الصنو ولا في أداة التصوير أم هو اختيار، وإن كان اختيار فلماذا؟ تعرف اللي تبع المسرح هو يعتمد على الفرجة، هي المسرحية عميقة برشا، تطرح بالأساس قضايا سياسية العهد البائد وربما حتى العهد توا. أي حاكم مستبد وما يعني يعاني شعبه، اللي نجم يكون تكرتني في حقيقة المسرحية برواية اللص والكلاب والفنون تتلاقح، يعني حتى نجيب محفوظ راه والكلاب يعني قريبة هي من بعضها، قد يكون الحاشية بتاع السلطان المستبد المجتمع بيدو اللي يولي معناتها يفقد الثقة في بعضه، عندها برشا رموز المسرحية والممثلين بذل مجهودا واضحا كبير جدا في إيصال الرسالة، يعطيهم صحة، مزج ما هو كوميدي بالتراجيدي، مزج القضايا كلها باعتبار أنه المسرح التجريبي يعني هو مسرح الحياة في كل شيء. أشكركم كثيرا، وبيودي أن تجاوبونا للفرجة. في الحقيقة قلت الممثلين بذل مجهودا واضحا، لكن ديما راهو المتفرج المسرح الذهني هذه ديما نحاولوا كيفاش نشدوه المتفرج، لانه درجات طبعا المتفرجين، ونعرف المتفرج لازم يرتفع على الممثل، لكن الممثل المطالب زاد باش يجبدوا شويه عناصر التشويق هكا، ماذا به كان يقع الاشتغال عليه اكثر. الاهم انه الصوت يوصل من اول مسرحيه، معناه تحيه للاكتور، معناها ممثلين طيران. أنا ثم تحط واحد اثنين خمسة ست كأني معناها تفهم حكاية صارت اليوم، من بعد كملوها بثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة هي الحكاية الرئيسية اللي هي الحدث اللي صار في 2005. القضية كانت قضية اجتماعية سياسية بالأساس، فك الفقرات هذيك وكأني تفصلت شوي، الاغتصاب، التعذيب، غيره وغيره. لاحظت في الأرقام من الواحد خمسة ستة رجعت لاثنين وشديت الوسط لأربعة، وكأنه من نفو معين للمجتمع وصلنا حشاكم للقاع، من بعد رجعنا شدينا نفو ما نعرفش تحكي على القيم، على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي، وضعنا حتى الثقافي. ريت الفقرة الأولى منى كانت ستابل شوي، من بعد دخلت في التمثيل. روح نور الدين الهمامي من بداية المسرحية بالحق عمل احترافي بامتياز، أما حبيت الفقرات هذه شو المقصود بها يعني شوي صلل المحتوى نتاع النص. وأظن أن العرض اليوم زاد كشف لي وتعرفت على صديق من تينا أخرى. نحيي الممثلين اللي كانوا متواجدين وعلى أدائهم المتميز والمراوحة بين الشخص والشخصية، خروج عن
النص يعني عن الشخصية ثم العودة. استغلال الفضاء كان محكم من حيث تقسيم الفضاء، من حيث الإضاءة، من حيث بناء النص أيضا كان بناء جماعيا. وأعتقد أن النص خذا من روحكم أنتم في العلاقة نتاعكم أنتم الكتابة، أظن أنها كانت ركحية، هذا السؤال نتاعي، أظن أن الكتابة انطلقت من الارتجال من الركع ثم إعادة الصياغة ثم إعادة البناء. الحقيقة سي سعيد لم يكن سعيدا على الركح، ولكن الجمهور كان سعيدا اليوم بأدائكم. نحيي الأخت منى على تفاعلها وأدائها الزيادة. الحقيقة نحن نعرف أن الفعل المسرحي هو السخرية من الواقع قصد تغييره، وانتم مشيتوا في منطق كشف أسرار وحقائق ربما يجهلها البعض أو تنساها البعض، ولكنكم أعدتم إثارتها اليوم من خلال العرض المسرحي. نحب نحيي المجموعة ككل، نحيي الجمهور كان حاضر، نحيي مركز فنون درامية على إتاحة فرصة والتعرف على مثل هذه العروض. شكرا يوسف مجددا، ومرحبا بك في سيليانا اللي عاشت على وقع فرحة وفعل مسرحي متجدد. عمل في الحقيقة عمل يعني خفيف ولكنه دسم في آن، يعني ما هوش فيش زمن كبير ممتد بالنسبة للفرجة في مستوى ترجمته. يعني المتلقي ربما ما نشوف واحد من الجمهور شوف ما تغاضينا كثيرا على الاكسسوارات ربما، وهذا البارج كبير كان ما فقناش فيه موجود. ترجمة هو معنى النص كله، معنى العمل كله ينهر على النص. نص في رأيي أنه تكتب بطريقة تفاعلية ذاتية جدا، وهذا مهم. وفي رغم ثم بعض الهينات ربما هي في عديد الكتابات المسرحية ربما التونسية، رغم أن المسرح التونسي متميز وفيه تجارب كثيرة، اللي هي هذه الكتابة التي تأتي تحت عنوان المضمر داخل النسق، لأن ثم سردية معينة في بعض الكتابات أن تأخذ هذا النسق التصاعدي وكأن المتلقي يعرف النهاية، لأن نوعية الكتابة هذه مثلا في مشاهد معينة وربما في لوحات كده في مستوى الكتابة المسرحي ربما حتى المخرج ينسى ويرجع لمسألة كلاسيكية في المسرح ربما في برشا مسارح. هذه الكتابة في رأيي أن الإنسان اللي يجرب المسرح في مستوى الكتابة لابد أن ربما يبعد على المستوى التقنية هذه بتاع الكتابة ما يعبر عنه بالمضمر داخل النسق. ومع ذلك يعني مشكور فريق عمل الكاميرا يترجم باحترافية كبيرة جدا، الحمد لله يعطيكم الصحة. نعتبرها تندرج في إطار الكوميديا السوداء اللي هي توري الأمراض اللي موجودة في المجتمع وتعريه، والحاجة الثانية أنه ثم إحالات على التاريخ، والتاريخ وكأنه اللي نعرفوه نحن على تاريخنا الوطني أو التونسي أو اللي تصير الأحداث اللي تصير كلها في تونس ما نعرفوهاش، ويمكن كان نجو اللوج ونحب نثبتوا فيها بالصحة متاعها يمكن نرجع وزارة داخلية هذيك تلقى فيها التاريخ كل شيء موجود. حاجة أخرى ثم إحالة أنا ما فهمتهاش، سمعت نجيب خطاب هذي حاجة خمار هذيك علاش أنا بقيت ما رفتهاش حصيلوا هذوما الحاجتين اللي موجودين خاصة في المسرحية اللي كما قلت لك معناها على التاريخ وعلى أنه يندرج في الكوميديا السوداء، وهذايا التعرية متاع المجتمع والأمراض اللي تصيب المجتمع، وبالحق يندرج في إطار المسرح والمجتمع. قلب خاطر بدت كما تفضل وقالسي بشير بدا ذاك، وزاد بدت بألفاظ ما نسمعوا فيها يوميا زاد من شر وانت ماشي فهمني، حتى في بعضها العباد والتكاك زاد فهمني، والأمثلة الشعبية اللي حتى الجينيراسيون اللي ما تعرفهاش تسمعها تضحك عليها من بعد كي دخلت السن المعين ودرجة من الاحتكاك الاجتماعي تعرف الأمثال هذيك على صارت. وحاجة أخرى زيادة تشبه هي برشا روايات يعني استقصائية، وديما دور المرأة الاستقصائي الجاسوسة الذكية، المرأة دي أنها تبحث على خفايا وخيوط وديما عبر التاريخ
وتصير هذه في برشا دول موجوده اللي هي اختصاص الجوسه هذه والاستقصاء وتحط في قلبها مليح فهمتني مش كيما وتلعب على يعني العاطفه وتلعب على برشا حاجات وخبايا القصر وخفاياه هذه منقوله من عهود البايات حتى عهدنا لتو الشيء الموجود غادي غير الموجود البرة وتتأول الإشاعات والأحداث وفما ناس مظلومة في كل وقت وعصر وفما ناس يعني هي الحاكمة المستبدة في أي وقت وفي أي عصر عنوان زاد المسرحية عشاء الكلاب ولا عشاء الكلاب ذكرني ما قول توفيق بن بريك قبل على الشعب على فئة معينة الشعب يقول لك الكلاب كلاب والعباد أقل من الكلاب نذكرها في كوازاكي هذه كتابها واحد نشكركم زادة مرة أخرى ومرحبا بكم دائما وإن شاء الله ديما فيما خير ممثلين جميلين برشا مقتدرين يعطيكم الصحة عجبتني التفريض الباهي هذاك بتاع أول العرض هذاك عجبني برشا لأنه التونسي كي يتغشش يصب الكل ما في شكارة يعني اللي موجود وأكثر من موجود هذه خارجة منا يعني دفصانة نقولوا كان الكلام هذاك كي نتغشوا يعني وهذه حقيقة التونسي يعني وباقي ما تبقى عشان الكلاب نتصور هناك تفسيري شخصي أنها كي هم موجودين ما نجموش سباهم كي خرجوا نرجع نقول على النظام القديم كي خرجوا أنا شيخنا في سبانهم يعني في حضورهم ما نجموش سباهم كي غابوا ولي نسبوا فهم ثم حاجتين مربوطين ببعضهم يلا نرى هالطبخة اللي فيها الدسيسة والمكاد اللي تحاك وايضا هل انه موقف من لانه من الذائقه لانه ثم حضور نتاع الذوق العام الذوق الاجتماعي هذا اللي هل لانه هنا ربما نمشي في منطقه الدلاله اكثر من بون نعرفش انا فرحان برشا بالتواجد في هالمهرجان ومتواجد مرتين يعني مسرحية الروبة ومسرحية عشاء الكلاب وفرحان برشا بالحركية المسرحية اللي خلقها مركز الهون الركحية ودرامية بسليانة مع أخونا صالح ومطاع والمجموعة ربما نعرفش الأسامي فرحان برشا لأن أنا ولد جهة أنا ولد الدهماني معناها من الكيف من هنا ونفرح برشا بالشيء اللي يصير عشاء الكلاب معناها طبعا مانيش باش نجاوب وإنما باش نتوسع معاكم في اللي قلتوه هنا أنا زاد باش نعطي ملاحظة ما الطبخة اللي طبخناها في عشاء الكلاب العشاء طيبنا هولكم لا يمت للواقع بصلة ولكن الواقع أفضى احنا في جهة شهدت معنتها اللي صار نبيل بركاتي اللي تقتل ببنت السواقر احنا عندنا في تونس مواطن تلوح في عرسة في قنطرة خلطوه في الخلطة وصبوه دونك ربما مانيش في منطقه نتاع اعاده تجسيد جرائم صارت وانما نعطوا فيها افكار جديده للمستبدين الجدد فهمتوا لله ربما فاتهم طرق اخرى في الاستبداد بشعبهم هاي طريقه به هذه نتاع شاي الكلاب كان يحبوا يطيبوه يتفضلوا ونحن في النهايه ايضا معناها كشعب ما زلنا ما نعرفوش معناها احنا فين بالضبط يا لندرا احنا مع هالكلاب ولا نحن الوليمه اللي كلاتها الكلاب وطبخت للكلاب وشكرا لكم الكل بصراحه وشكرا زاد ثم زاد ثقافه نتاع فرجه قاعده تتخلق بالباهي معناها في سليانه وانا عرضت في سليانه برشا مرات معناتها مش اول مره نجيها جيتها بهلال ونجمه وجيت من نسور في ارض الفراشات منفرده والروبة اذا جيت برشا اعمال لهنا ونلاحظ أنه ثم تقاليد قاعدة تزرع بالباهي ربما أهم شيء يزيد يرسخ التقاليد هذه ويبنيها على قاعدة هو هالنقاش اللي يصير بعد العرض اللي هو حتى كان يكون المتفرج اللي يجي باش يسأل ما عندوش ميكانيزمات متاع تحليل أو فهم المصطلحات أو مرجعيات أو مناهج يتعلمهم وهو يناقش لأن النقاشات تثري برشا معناتها ومهمة العرض حكايته لكن من حق زاد المتفرج باش يوصل باش يعمل رجع صدى هو انا شفت ثم ملاحظات تعطات على المسرحيه مهمه جدا تعطات اليوم والله نحن اللي قصدناه انا نحب نعمل نقول رمارك قلتها انت في انا اون فيت وكان نخدموا على المسرحيه هذيا
خممت في حاجة اللي هي برشا دي جان ان فيت جاوا من بعد الريفولوشن ما عاشوش النظام نتاع بن علي. دونك ينجموا يتفرجوا في المسرحيه يقول لك علاش توا شنو هذا معناتها ما تحكي لما تخاطبهمش المسرحيه ديريكتومون. دونك علاش المسرحيه هذه اللي امبورطون خاطر كي تتفرج فيها سي امبورطون باش كونك تعرف انت منين جاي باش تعرف انت وين ماشي. خاطر وجود ماما نضيعوا ما تضيعنا جي لامبريسون اللي ضيعنا لي ريزون نتاع الثوره تاع ريفولوسيون تاع لا ليبرتي دو ليكسبرسيون احنا وين ماشيين وليت حاجه عاديه معناتها فما اون جينيراسيون كامله دي جينيراسيون ميم تولدوا هذيك هو الكوتيديان نتاعهم ما يعرفوش اللي ان فيت فما جدودهم ولا حتى ان بارون تاع ان امي اللي مات في كاف تاع الداخليه ولا تحط في عرسه ولا مات تلقاوه مطيش بحال سكه التران صغير الحيك. دونك سي امبورطون باش نعرفوا احنا منين جينا ومنيش خرجنا باش نعرفوا وين ماشيين ونعطيو قيمه للي احنا عملناه. معناتها 2011 واللي صار في تونس ماهيش حاجه عاديه ولا حاجه نجموا نستسهلوها لي والحاجه اخرى لي جون باللي يا مان اريتي دو فوار ليرب بلو فيرت ايور. والله في تونس تنجم تحارب على بلادك على خاطر كان الكلنا باش نخرجوا والكلنا حك راسك برا الكندا وحك راسك برا الفرنسا شكون باش يقعد في البلاد وشكون باش ينهض بها وشكون باش يحافظ على الثوره اللي عملناها واللي عملوها. دونك هذه هي وعلى ذلك نشوف عشان الكليب اسي امبورطون على خاطر تنجموا نبعدوا بها اكثر من كون من الاحداث نتاع المسرحيه. اولا مسرحيه كنت عنصر في مسرحيه عشان الكليب وفرحان زاد بالتواجد بحذاكم وبهاللمه المزيانه اللي نفتقدوها معناها في تونس بعد العروض اللي لازم انه اليوم في اي مهرجان تكون هنالك حلقه نقاش بعد كل عرض لانه النقاش راهو هو اللي باش يزيد الخدمه باش يثري الخدمه. وشكرا فرحان اللي جيت بحداكم بالرسمي ونشكر الاستاذ صالح الفالح اللي قاعد ياسس في بالرسمي ثقافه فرجه في مدينه داخليه اللي هي حاجة مهمة برشا انه نشوف اليوم المهرجان المسرح والمجتمع في دورته الثانية بجمهور غفير ومتنوع نشوفه كبار صغار معناها فما تطور قاعد يصير وهذا هو المهم. السؤال بالنسبة للاختيار زوج ممثلين والأداء عن وعي يعني ثم شوية من الضرورة في الأول كنا مش نخدموا بثلاثة ممثلين خرج يحيى الهملاجي دونك لظروف ماديه بحته يحيى قال بلاش ما نخدمش دونك ولينا مجبرين نخدموا باثنين. المسرحيه تخلقت بين الركح والممثل وبين المخرج والممثلين. اهم حاجه في مسرحيه عشاء الكلاب انه لقينا الخرافه قبل ما نلقاو النص. أنا عادة نبدأ نحكي على الأقل تجربتي أنا نكتب وتتطور الحكاية، المرة هذه نلقاو نحكي أنا نوردين في وضعية ما في بالي باش نبطلوا، يا أخي نلقاو لقيناها في قهوة كلام انتهت الخرافة تلقات معناها هل البنية اللي روحت تلقات روحها تبحث على جريمة وفتلوج لابوها اللي قطعوا عشان الكلاب وهي صفراء دونك بدات تتبع. اخترنا زوز محققين ولا زوز ممثلين باش يخرفونا الخرف. بالنسبه للارقام رام في الجريمه يحطوا ارقام كي تصير مشكله تتحط فنية. يحط الفنيه صحيح يحطوا رقم اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. في العرض الاول قالوا لنا هاي جات السبعة بجنب الثمانية، قالوا لهم 87 والآخر قال 78 والآخر قال 56 الاستقلال. معناها كل عرض وين يتحطوا الأرقام يعطيوا دلالة رمزية معناها وهذا ندل على شيء اللي الجمهور قاعد يستوعب في الخيار في معناها في الكود قاعد يستوعب في العرض. عملنا الإضاءة لوطة مكشوفة ما
الممثلين يلعبوا يدخلوا يخرجوا في الشخصيه يحكيوا في حكايه زوج محققين يجسدوا فيها ويلوجوا بالوقت يلقاو روحهم غاد. بالنسبه للعبث ما فهمتش معناها انت تحكي هل المسرحيه عبثيه ولا الشخصيه؟ طبعا عبثيه تولد مات. اما كمسرح عبث واحد يبدو انه ماناش برشا في التكرار معناها الشخصيات ما بقاش الدور الشخصيات فاعله بشكل او باخر. شنو اخر؟ يعطيكم الصحه بالحق على ردود الافعال الجميله اللي باش تخلينا زاد احنا بيدنا نراجعوا حاجات نصلحوا العمل اللي انا بيدو نسمعوا كل وين نسمعوا الكلام كل ما طبعا عرض اليوم ماهوش باش يكون عرض غدو ماهوش عرض امس يعني سنتفاعل ثم برشا كلام محلاه تقال ثم برشا صدى باهي على الاقل احنا قصدناه وصل ثم حاجات العمل ديما وليد لاحظ وليد انيتو الشكر والجميل اللي انه ثم ناس بالحق بقاتل توا معناها ما يزيش مخر وبقات ناقشتنا دونك هذا في حد ذاته يدل اللي الناس ممنا وبالحق يعطيكم الف صحه والشكر هنا للي قايمين على المهرجان الكل وعلى الاصدقاء فتحي صالح مطاوع مطاع وسي هشام وجماعه الكل بالحق يعطيكم الصحه محلاكم ومحلاها لما وان شاء الله تتواصل انا ديما نقول ان شاء الله تتواصل خاطر هذا اهم حاجه هو نخاف لصالح يوليش مدير مسرح وطني ومن بعد تولينا